هل يجب على الولد المسلم أن ينفق على والده الكافر؟ نعم، هذا من الإحسان إلى الوالد ولو كان كافر. صاحبهما في الدنيا معروفة، يجب البر بالوالد ولو كان كافر، مقابلة لإحسانه إلى المولود ولو كان كافرا. لكن لا يتبع، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا يتابعه على دينه ولكن يبر به. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.